ديري اللي بس عليكم بخير. اليوم جيت نشارككم بواحد الكيك تيجي رائع وشيش ان شاء الله. غادي تشوفوه معايا ملي تتابعوني في الفيديو. دابا غادي نبداو ان شاء الله في هذا الكيك. تنحتاجو 3 البيضات هنايا على درجه حراره المطبخ. هنايا عندي خماره اونيت، وعندي فانيلا وحده ساشيه. هنا عندي معلقه كبيره ديال الجست ديال البرتقال، وهنا عندي قبيصه ديال الملح، هنا عندي كاس ديال سنيده، كاس مع مرش ديال الزيت، هنا كاس ديال القشده، وهنا عندي جوج كيسان ديال الدقيق. على بركه الله غادي نبداو. تناخذوا واحد البول، اول حاجه تناخذوا البيض، بسم الله، تنضيفوا سنيدة، تنضيف قبيصة ديال الملح، هنا غادي نخلط الخليط ديالي بالطراب. هو كي جا دابا غادي نضيف الزيت، غنضيف القشطة طرية، من بعد غادي نضيف قشرة ديال البرتقال، نضيف فانيلا، نطرب هذا الشيء. هنا عاد نضيف صاشيه ديال الخميره ونصف، صافي نطرب. نضيف هنايا الدقيق، عندي جوج كيسان، نبدا نطرب بشوية بشوية. Thank you.
صافي الخليط ديالي هاكي تيجي، غادي نديرها في المول. المول دهنتو، درت ليه هذاك البابي هذا الكويسون لداخل، وهنايا دهنتو درت ليه الدقيق. دابا غادي نكب الخليط ديالي، صافي غادي ندخلها الفران، غنشعل عليها من التحت درجة حرارة 160-170 هكذاك، تديرنا من التحت وهاد غنطلع للفوق. هانتوما معايا هالكيكة ديالي، بعد ما خرجتها من الفران بقى ليا غير نسقيها بالسيرو. درت كاسة الليمون وكاسة السكر، بعد نسقيها الكيكة ديالي. بعد ما خرجتها من الفران صافي سقيتها داك السيرو، ندير ليها اللوز افيلي غادي ندير فوق منها سكر كلاصي. كافي بركة، صافي نقسمها معكم تشوفوها. صافي نقطعها معكم، تجي هشيشة خفيفة هيا كي تجي. تجي رائعة، تنتمنى تعجبكم. الى عجبتكم ديروا لي اللايك، اللي ما اشترك في القناة اشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وحصري من قناة ميري تيفي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامة.